وهنا تأتي إلى الذهن الجدلية القديمة الجديدة التي يتساءل معها الجميع: هل المثقف من سيهبط عند الجمهور أم الجمهور من سيصعد عند المثقف؟ وهل في الأصل المثقف فوق الجمهور؟ وأيضا هل الثقافة يجب أن تفهم كما هي أم يجب تبسيطها؟ وهل تفقد أهميتها عندما يتم تبسيطها أم لا؟ ومن من واجبه تبسيطها في حالة فعل ذلك؟ هل صاحبها أم شخص آخر وسيط؟